اللي راه نتكلموا على مباراه المغرب وكندا، لكن قبل ذلك مشاهدينا وصلنا الان لفقره هاشتاغ المونديال، وفيها جوله في ابرز المواضيع التي حظيت بالتفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصه مباراه المغرب وبلجيكا. رفقه الزميل عبد الصمد وشو. أهلا بكم في فقرة هاشتاغ، والتي نرصد من خلالها أبرز ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وردود الأفعال بعد فوز المغرب على بلجيكا. والبداية من قلب العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث رصدت عدسات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فرحة الجماهير المغربية في أحد مقاهي بروكسل. وعقب الفوز على المنتخب البلجيكي عمت الفرحة شوارع المدن المغربية. المشهد من مدينة الدار البيضاء. في حالة نادرة من الحالات تم تغيير حارس عرين المنتخب المغربي ياسين بونو في آخر الثواني قبل انطلاق المباراة. وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب طلب ياسين بونو التغيير بعد عزف النشيد الوطني المغربي ليتم استبداله بالحارس منير المحمدي. وحسب مصادر إعلامية فقد أحس ياسين بونو بمغص شديد وبعض الدوار حسب ما أظهرت الصور، وما اضطره لطلب التغيير. عبرت الجماهير العربية عبر منصات التواصل الاجتماعي عن فرحتها بفوز المنتخب المغربي على منتخب بلجيكا، ووصفت الجماهير العربية المنتخب المغربي بالمنتخب الشرس على أرضية الملعب، وأنه لا يخشى المنتخبات العملاقة. وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف البلدان العربية بالفوز المغربي أداء ونتيجة. تفاعل الجمهور العربي بشكل قوي مع مباراة المنتخب المغربي ونظيره البلجيكي، وعبر المغردون عن عدم رضاهم على قرار الحكم برفض هدف حكيم زياش في مرمى كورتوا. وتساءل أغلب المغردين عن سبب رفض الحكم المكسيكي للهدف رغم أن الكرة لم تلمس غانم سايس، وقالوا إن تقنية الفار لم تخدم أبدا المنتخبات العربية، وأن المغرب لطالما عانى من التحكيم في نهائية المونديال. عبر جمهور ميدي أن تيفي في استطلاع للرأي عن رأيهم في مستوى التحكيم، وقال 43% إن الحكم المكسيكي كان جيدا، فيما يرى 30% أن الحكم كان أداؤه متوسطا، أما 27% فقد وصفوا مستوى الحكم في مباراة المغرب وبلجيكا بالضعيف. وفي الختام، لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير المغربية. بحت حناجر المغاربة وعلت الأصوات بملعب التمامة بالدوحة، الشاهد على الملحمة الكروية المغربية. النشيد الوطني المغربي حكاية تروى من جديد. لنشاهد.